أكو ملاحظة لاحظتها يعني بك وعندك، ولاحظتها عند الآخرين، يعني كل السياسيين أو اللي اشتغلوا بالأحزاب الإسلامية عندما يخرجون منها نعم ينتقدونها نقداً لاذعاً. نعم نعم. هل هو ندم أم تصفية حسابات؟ لا شوف حجي، أنا أريد أدافع عن نفسي بهذه القضية تماماً. كل الأخوة اللي موجودين حالياً وراح أسألهم واحد واحد، قلهم ما هو موقف غالب شابندر من الحركة الإسلامية وهو داخل الحركة الإسلامية، من أن كنا في العراق إلى أن ذهبنا إلى إيران إلى جينا إلى سوريا. التصديقك حزة الشابندر اسأله، قد تكون شهادته مجروحة لأنه هو أخوي، لكن اسأل أي واحد منهم، اسأل المالكي، اسأل خضير الخزاعي، اسأل إبراهيم الجعفري، اسأل كلهم، اسألهم ما هو موقف غالب الشابندر من الحركة الإسلامية وخصوصا في داخل إيران. لقد كان المعارض الأول في داخل إيران أن تكون الحركة الإسلامية هي الضاربة بيد الجمهورية الإسلامية وغالب الشابندر، وكتب ذلك في الجرائد وكتب ذلك في المجلات. وكانت حتى تكمل فكرتك، في وقتها أنت ضد الحركة الإسلامية في إيران، ضد إيران كحكومة وتوجه، أم ضد القوى الإسلامية العراقية المعارضة بأفكارها وعلاقتها بإيران؟ ضد اثنين، ضد الحركة الإسلامية لأنها تنقاد، وأصبحت شرطي إيراني أو رجل بالحرس الإيراني يتحكم بأكبر عقلية موجودة في داخل الحركة الإسلامية، وكذلك أنقد إيران لأنها تريد أن تجير كل الشيعة لصالحها وأن يكون، وإلى الآن. وما أعتقد أنه ما سامع موقف غالب الشابندر من هذه القضية، سمعت. بالتلفزيون، بالكتابة، بالحوارات، بالنقاشات، وإلى الآن. وأقول لك أنه كل هؤلاء الموجودين هم أيضا يؤمنون بهذا الرأي الذي أنا أقوله، ولكن هم من يخاف على نفسه، ومنهم من يخاف على راتبه، ومنهم من يخاف على منزلته، ومنهم من يخاف ويقول إذا راحت الأمور وين.